هنعمل كل ما هو ما فيه وسعنا ان احنا نقدم فن جيد محترم، فن يصل الى الشعب، الى المواطن البسيط، بتذكرة يعني 5 جنيه. واحنا لازم نسعد هذا الشعب اللي اسعدنا لأم بثورة عظيمة، ثورتين في 25 وفي 30 يونيو. لازم زي ما هذا الشعب شال ظلم وقهر واستبداد، لازم ياخد حقه في الفرحة، واحنا لازم نشاركه هذه الفرحة، ولازم نقدم شيء جميل، وان شاء الله هيبقى هذا العمل مؤثر على كل الاعمال الاخرى علشان يتقدم اعمال تساوي قيمة هذا الشعب. رأيك ايه في الافلام الشعبية اللي اتعرضت السينما في الاخيرة لتأثر تأسيس مع موجة وهتنتهي؟ طيب معلش سؤالك، بس لو الفريق اللي فتح السيسي 10 رئيس للجمهورية، طيب استاذ احمد اختار